السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض يونت 9 ساينس اند ساينتستس، طبعا للصف الثالث الثانوي، وتركيز النهاردة على الجرامر. هنبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم بعض نقاط القواعد جرامر هنتس. أول حاجة عندي مثلا كلمة decide to، آسف، decide to plus infinitive أو المصدر. They decided، قرروا، to travel abroad، أن يسافروا للخارج. لاحظتوا طبعا to جي بعدها travel بالمصدر. Decide on، okay، وnoun أو الفعل ing. هقول they decided on calling، برضو يعني شبيهة بقرروا، بس دي طبعا يجي بعدها الاسم أو الجيراند اللي هو الفعل ing. They decided on calling، قرروا يناتوا her daughter Mary. Decide يجي بعدها that وجملة كاملة. Decide with that وجملة كاملة. They decided that they should go to Alexandria next summer holiday. لاحظتوا ان بعد that they ادي فاعل، should go ادي فعل وفعل مساعد، to Alexandria وكملنا بقية الجملة. عندي بعض الكلمات منها see و hear و watch و notice. الأربعة دول بيجي بعدهم مفعول به object plus يا إما infinitive يا إما مصدر يا إما الفعل ing. I noticed أحمد، يبقى أنا لاحظت أحمد play tennis، وممكن برضه أقول I noticed أحمد playing tennis. طب إيه الفرق بقى بين المصدر لما احمد يجي بعدها play مصدر، ولما احمد يجي بعدها بيجي بعده ال ing؟ لو قلت الجمله الاولى I noticed احمد play tennis، معناها ان انا شفت احمد the whole game، طول المباراه. I noticed احمد play tennis، شفته وهو بيلعب التنس، معناها ان انا شفته طول المباراه بتاعه التنس. بينما الجمله الثانيه اللي هي I noticed احمد playing tennis، يبقى انا شفت I saw part of the game، مجرد جزء بس من اللعبة أو المباراة. Other أو rather plus than، طبعا في الحالة دي بتديني معنى except، ما عدا. We should eat the cakes you bought، يبقى احنا يجب ان احنا ناكل الكيكس اللي انت احضرتها واشتريتها. Other than ما عدا the one my mom baked، ما عدا الوحدة اللي ماما عملتها أو خبزتها. No one will help you، محدش سوف يساعدك. Other than okay yourself، ما عدا نفسك، يعني محدش هيساعدك إلا نفسك. Rather than بقى equal better than، أفضل من، و plus infinitive طبعا زائد المصدر. You should study harder rather than waste your time like this، يبقى انت يجب تدرس اقصى من كده افضل من ان انت تضيع وقتك بالاسلوب ده. ندخل بقى على القواعد. عندي causative form. الفورم ده او الشكل ده بنستخدمه ليعني that the subject convinced، ان الفاعل هنا اقتنع or persuaded او حد اغراه او اقنعه another person او اغرى شخص اخر to do the work for him، يعمل الشغل بتاعه. We usually use، عادة بنستخدم كلمة get او have according to the tense، طبقا للزمن of the verb بتاع الفعل. في حالة الactive او الاثبات او اللي هو غير مباشر it is formed like this، بيتكون بالاسلوب. اول حاجة عندي الفاعل، بعد كده have او get، بعد كده plus doer اللي هو الشخص اللي عمل الشيء، plus infinitive زائد المصدر زائد الobject او المفعول به. I had my mother bake me a cake، أنا خليت ماما تخبز لي أو تعمل لي كيكة. I got my wife
يبقى أنا خليت زوجتي to clean the house، إن هي تنظف البيت. تعالوا نشوف بقى في الباسيف أو المبني المجهول بيقول إيه، بيتكون بالأسلوب ده. أول حاجة السبجكت الفاعل و have أو get برضو، زائد الأوبجكت المفعول به بقى الأول، زائد البي بي والتصريف الثالث للفعل. I had a cake baked، بس كده ممكن أقول I had the cake baked، يبقى أنا اتعملت لي الكيك. بواسطة مين بقى؟ المفروض أقول by my mother، لكن ممكن ما أقولهاش. I got the house cleaned. Who cleaned it? By my wife. This form in the present simple. هنبدأ ناخده بقى في الأزمنة المختلفة. نبدأ في المضارع البسيط. Subject فاعل زائد have أو has زائد دور الفاعل اللي بيعمل الجملة بيعمل الشيء وinfinitive والمصدر. They have the servant، خلوا السيرفنت أو الخادم wash the floor. في الباسيف نفس الجملة هتبقى subject الأول فاعل have أو has برضو المفعول به الأول اللي هو the floor وبعد كده ال BB. طبعا have أو has أو get أو gets طبعا ما ننساش. I have my floor cleaned and washed. لو هي الجملة الأولانية طبعا by the servant. She gets the car fixed by the mechanic. ناخد نفس الشكل ده في الماضي البسيط. عندي برضو الفاعل بدل have و has أو حتى get أو gets بقت had، والماضي من get أصبح got برضو زائد الدور أو الشخص اللي بيعمل الشيء والمصدر والأوبجكت أو المفعول به. My father had the gardener mow the lawn. يبقى بابا خلى اللي بيشتغل في الحديقة mow the lawn، يجز العشب. They got a carpenter to make a bedroom for them. في المبني المجهول subject الفاعل زائد had أو got في الماضي زائد object المفعول به زائد البي بي. My father had the lawn mowed by the gardener. أو they got the bedroom made by the carpenter. This form in the present continuous. نفس الشكل أو التركيبة في المضارع المستمر. عندي الفاعل بعد كده في ام وايزو ار اصبحت هاف وهاز اصبحت هافينج او جيتينج زائد بلس دور الشخص اللي بيعمل الشيء بلس انفينيتيف المصدر زائد اوبجكت المفعول به. They are having a mechanic fix their car. يبقى هما خلوا الميكانيكي يصلح العربية بتاعتهم. I'm getting a dentist to check my teeth. وأنا بخلي طبيب الأسنان يفحص أسناني. في الباسيف بقى أصبح الفاعل أم وإذ وأر برضو زي ما هي و having و getting زي ما هي. الأوبجكت هنبدأ به المفعول به زائد البي بي أو التصريف الثالث للفعل. نفس الجملة الأولانية اللي هي they are having a mechanic to fix their car هتبقى they are having their car fixed. They are having their car fixed. طبعا by a mechanic. I'm getting my teeth checked. طبعا ممكن أقول by the dentist. ممكن ما أقولهاش. نفس التركيبة في المضارع في الماضي المستمر اللي هو was where والفعل ing. نفس التركيبة برضو بس غيرنا بس was where بدل am is are أصبحت was where. Plus having أو getting زائد دور أو الفاعل الشخص اللي بيفعل الشيء و infinitive المصدر زائد object المفعول به. I was having my sister clean the house. I was getting my sister to clean the house. نفس التركيبة في المبني المجهول
أصبحت subject وزوير برضو زائد having أو getting زائد object المفعول به زائد البي بي أو التصريف الثالث للفعل. نفس الجملة الأولانية ويبقى I was having my house cleaned. I was having my house cleaned by my sister. She was getting her hair tied. طبعا يبقى هي كانت بتصبغ شعرها. She was getting her hair tied by the hairdresser. نفس التركيبة في المضارع التام اللي هي have, has, will, be. يبقى عند الفاعل have أو has زائد had اللي هو بقى البي بي من have أو got زائد دور الفاعل بتاع الشيء زائد المصدر زائد المفعول به. سلوى has had her teacher explain the lesson. سلوى خلت التيتشر بتاعها يشرح لها الدرس. We have got a painter to paint our house. We have got a painter. يبقى احنا جبنا واحد من بتوع الدهانات عشان يصبغ لنا او يدهن البيت. في المبني المجهول الفاعل زائد have او has زائد had اللي هو البي بي او البي بي من كمان من get اصبح got زائد object او المفعول به زائد البي بي او التصريف الثالث للفعل. سلوى has had the lesson explained again. سلوى has had the lesson explained again. طبعا ممكن اقول by the teacher. We have got the house painted. ممكن اقول by the painter. نفس الصيغة في الماضي التام. Subject had زائد had التانية اللي هي البي بي او got اللي هو التصريف الثالث من get زائد دور الفاعل بتاع الجملة اللي بيفعل الشيء زائد infinitive المصدر زائد object المفعول به. She had her father help her financially. يبقى هي خلت باباها يساعدها ماديا. She had her father help her financially. She had got a doctor to examine her daughter. لاحظوا لما يكون في get أو got لازم استخدم to. She had got a doctor to examine. في حالة المبني المجهول عندي subject أو الفاعل زائد had الأولانية بتاع التركيب الماضي التام زائد had الثانية اللي هو البي بي أو got تصريف الثالث من get زائد object المفعول به زائد البي بي. We had had her pipe fixed. We had had her pipe fixed. ممكن أقول by مثلا the وليكن plumber. She had got her daughter examined by the doctor. نفس التركيبة مع الأفعال الناقصة can, could, shall, should, will, would. يبقى عندي subject وعندي will أو can أو may أو أي فعل ناقص تاني can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to أي واحدة منهم زائد have أو get اللي هو المصدر زائد دور الفاعل بتاع الجملة زائد infinitive المصدر زائد object المفعول به. Mona will have her sister. Mona will have her sister prepare lunch. يبقى منى هتخلي سوف تجعل أختها تجهز هي الغداء. I can get my brother to lend me the money. أقدر أخلي أخويا هو اللي يقرضني بعض المال. نفس التركيبة في المبني المجهول. يبقى عند الفاعل برضو نفس الكلمة الموجودة بقى سواء will, can, could, shall, should, may, might وهكذا زائد have أو get زائد المفعول به زائد البي بي. داليا will have lunch prepared. داليا will have lunch prepared. أو I can get the car fixed. I can get the car fixed. بعض الملاحظات المهمة جدا. أول حاجة بنستخدم object pronoun ضمير مفعول after have أو get بعد have أو get not subject pronoun مش ضمير الفاعل. سلوى had me feed her chicken. ما ينفعش اقول سلوى had I ولا had she. لا لازم ضمير مفعول.
يبقى سلوى had me feed her chicken، خلتني أطعم الدجاج بتاعها. We can use by in passive، نقدر نستخدم by في المبني المجهول. داليا had her clothes cleaned by her mother. We put the sentence، بنضع الجملة النيجاتيف في النفي according to the tense of have or get، طبقا للزمن بتاع have or get. يعني مثلا did you have anyone fix the car؟ لاحظتوا السؤال هنا في الماضي did you have، يبقى did هنا في الماضي، يبقى التاني هقول no I didn't have. We can use infinitive plus ing، نقدر نستخدم المصدر زائد ing بدلا من infinitive to plus infinitive as follows، بدلا من المصدر زائد to والمصدر كما يأتي. يعني الفاعل have أو have أو get أو has ماشي أو gets حتى، دور فاعل الجملة زائد infinitive plus ing. منى had her family، بدل ما أقول help لا ممكن أقول helping her during the wedding. منى got her family helping her during the wedding. ممكن نستخدم الأفعال make و help و let في المبني المعلوم as follows كما يأتي. subject زائد make أو let زائد help زائد الدور زائد infinitive. سلوى made her brother، خلت أخوها make dinner for her، يعمل لها العشاء. داليا help them، ساعدتهم to answer the question. We can use allow or permit or require، نقدر نستخدم سواء allow يسمح برضو permit أو require يتطلب، to mean أن هي تعني كلمة allow كأنها بيسمح لك as follows كالآتي. داليا allows or permits her sister، سمحت لأختها to use her computer. وبكده نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bye bye.